هو بيغلب، هو ناس كتير بتخاف منه، هو بيخوف يعني، في ستات كتير بيخافوا يعملوه في البيت، فبيفضلوا ان هم يشتروه جاهز، والجاهز طبعا غالي جدا جدا جدا. النهارده هوريكم ازاي تعملوه بكل تكاته والتبس اللي ممكن تخليه ينجح معاكم. وهنعمل كمان كيكه، هي كيكه يعني مش صعبه قوي، بس هي على شكل قرص الدوناتس، برضو شكلها لذيذ وطعمها حلو، وهي كيكه بسيطه خالص. بس قبل ما نعمل الحاجات دي هقول معاكم السؤال بتاع النهارده، اللي هو وصف يطلق على العشب والشجر. 1 الاحمران، 2 الاخضران، 3 الاسودان. كأن السؤال سهل زياده، والجايزه حلوه زياده، وهي رحله عمره ان شاء الله. والرقم المحمول اللي هتبعته عليه هو 2670، ورقم الارضي 0909400، ورقم الرسائل 951733. طيب نروح بقى للمكرون. المكرون علشان نعمله عايزين ايه؟ عايزين المكونات، هي مش صعبه، بسيطه، بس هنعمل مع بعض الخطوات واحده واحده علشان ينجح المكرون معاك ويبقى ممتاز. اول حاجه عايزين 2 بياض بيضه اهو، عايزين فانيليا بودره، وعايزين كوبايه من دقيق اللوز. دقيق اللوز انتوا هتلاقوا هو اسمه دقيق اللوز، بس هو ايه هو دقيق اللوز ده؟ هو لوز مطحون، تمام. وعايزين كوبايه سكر بودره ورشه ملح ممكن. طيب احنا هنعمل ايه في اللوز ده علشان يبقى عندنا دقيق اللوز في البيت؟ احنا هنجيب اللوز المقشر، او هنجيب لوز بقشره وبنسلقه على النار وبس ينشف، وبس بنقشره وبنسيبه، بنقطعه انصاص وبنسيبه ينشف تماما، لازم ينشف خالص خالص خالص، يعني ممكن نسيبه يوم على فوطه نظيفه لغايه تاني يوم يكون نشف خالص، ساعتها نقدر نطحنه. هنطحنه شويه، وبعدين لما نيجي نطحنه تاني هنحط معاه من السكر بودره في الطحن علشان ما طلعش الزيوت اللي في اللوز بتاعنا. وهتشوفوا احنا بكره هنعمل ولا بعده مش فاكره، هنعمل حلويات اللي هي بتاعت المغرب العربي، ودي بيبقى فيها من جوه عجينه لوز، وعجينه اللوز ساعتها احنا بنبقى عايزين نطلع الزيوت اللي جوه اللوز. النهارده احنا مش عايزين نطلع الزيوت دي، فدلوقتي معلش احنا هنتكلم وهنشتغل، لان هو في شرح في الوصفه وفي كمان الوصفة نفسها. فدلوقتي هاخد أنا اللوز اللي عندي ده، هو أصلا مطحون بس أنا هطحنه كمان طحنة كمان كده مع كوباية السكر اللي عندي. طيب خلاص شايفين ازاي بقى عامل زي الدقيق بالظبط. نجيب بقى بوله، ناخد دي نحطها فيه زي الدقيق بالظبط عامل. دلوقتي نحط بقى كمان شويه، وفي الوقت ده اللي بحط فيه دول وهطحنهم هحط بياض البيضتين اللي عندي في المكنه. لازم اتاكد ان العجانه ما فيهاش خالص ولا نقطة مية، عشان خاطر لو في مية في العجانة مش هيظبط معايا الخفق بتاع البيض، بياض البيض، فلازم أتأكد إنها ناشفة خالص. تمام، نبتدي بقى نخفق ده، وأنا بخفق هنا وفي نفس الوقت هطحن هنا. طبعا السكر اصلا منخول يعني. نعلي ده شوية
خلاص مرتين ونبقى خلصنا. خلاص ناقص مرة هنا وكده نبقى احنا ايه عملنا، وده كمان خلاص دول بقدر احطهم هنا على طول. خلاص نحط معاهم الفانيليا بقى طبعا. وهنعمل ايه بقى دلوقتي؟ انا هاخد المصفى اللي عندي. خلاص احنا كده بياض البيض زي ما انتم شايفين مناسب جدا، وبياض البيض طبعا لازم يكون خارج من التلاجة بقاله ساعة تقريبا. شايفين هو ده القوام اللي انا عايزاه كده، احنا تمام البياض عندنا. هاخد بقى السكر البودرة واللوز اللي عندي وهنخلهم في الفاصل بقى، وهنطلع فاصل دلوقتي ونرجع من الفاصل اكون نخلت السكر والدقيق اللوز اللي عندي. اشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. انا بس برضو لازم اتاكد ان الطبق كل حاجه لازم تتاكد انها ناشفه. دلوقتي هناخد بقى الخليط بتاعنا، مع اني قلت لكم ان انا هعمله في الفاصل بس ما عملتوش، معلش. يلا اعمله قدامكم احسن علشان ايه تبقوا شايفين الخطوات كلها. تمام كده حطينا بياض البيض، بس معلش حقكم عليا، بياض البيض مع معلقه السكر تمام. وبعدين خفقناه، وبعدين هنا طحنا اللوز مع السكر تاني. وبعدين دلوقتي هنصفيه ونكمل بقى مع بعض. بس ناخد معانا ندى. اهلا يا ندى. اهلا، ازي حضرتك يا شيخ؟ انت ازيك حبيبتي؟ ازي حضرتك يا شيخ؟ تمام، الله يسعدك، كل سنه وانت طيبه. وحضرتك طيبه. اهلا بيكي. اهلا، عندك اي سؤال؟ كنت عايزه اسال حضرتك عن طريقه الكيكه الاسفنجيه والتوميه. حاضر، طيب ولو سمحتي بس نزلها لي احطها لي على الشاشه. لا والتوميه مش هقدر احطها لك على الشاشه، بس بقدر اقولها لك. خلاص طيب، التومية في ناس بيعملوها بس بالتوم، ودي بتبقى لزعة جدا جدا جدا، انا ما بحبهاش. انا بحب اللي بتتعمل بالبطاطس، فانا بجيب البطاطس المهروق بسلقها وبعدين بهرسها وبعدين بحط لها كمية، يعني مثلا لو نص كيلو مثلا من البطاطس المهروسة ممكن تحط لها مثلا كوباية مايونيز، بتبقى نسبة المايونيز عالية، يعني بنحط تقريبا كوباية مايونيز او اكتر، وبحط لها بتاع 10 فصوص توم وبس، وبتتبليها بشوية ملح وخلاص. دلوقتي انا هاخد بس شوية من الخليط بقى بتاعنا ده الناعم دلوقتي جدا زي ما انتوا شايفين اهو، وهنحطه هنا وهبتدي اقلبه بالراحة زي ما احنا متعودين من تحت لفوق تمام، لغاية ما احس ان هو قرب يختفي من تحت لفوق عشان ما طلعش الهواء اللي في البياض عندي. اتبعوا الحاجات اللي هنعملها النهاردة وخلوا بالكم من كل الخطوات اللي هنعملها، واللي هيطلع معاكم مكرون هايل ان شاء الله وهتنبسطوا منه.
بس لازم تعملوا كل اللي احنا هنعمله مع بعض النهاردة في الحلقة. بالنسبة بقى للكيكة الإسفنجية، أنا الكيكة بعملها بالظبط بخمس بيضات، بحطهم زي ما هم مع كوباية سكر وفانيليا في الخلاط، وبسيبهم يتخفقوا في العجانة لمدة تقريبا 8 دقايق لغاية ما يبقى الخليط عندي فومي ولونه أبيض كده وكريمي، يعني بقى زي الكريمة. ساعتها بروح بعد كده مطلعاه، وزي اللي احنا بنعمله دلوقتي بضيف كوباية دقيق، يعني باخد الخليط بتاع البيض وبضيف عليه كوباية دقيق بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي، وبس. وبتخبزوه في الفرن على درجة حرارة 180، وبيطلع معاكو الكيكة ممتازة، وهي نفس الخليط ده، هو خليط السويسرال. حبيتوها بالشوكولاتة، شيلوا معلقة مثلا أو معلقة ونص من الدقيق وحطوا بدلها شوكولاتة كاكاو، أسفة. عايزة بس دلوقتي نظبط الفرن. أيوة عليك. أهلا يا عايدة. أهلا، ازيك يا مدام غادة؟ أنت ازيك؟ الحمد لله، كل سنة وانتي طيبة. وانتي وحبايبك طيبين يا رب. ربنا يخليك يا رب. الله يسعدك. نورونا دايما. الله يسعدك يا رب، تسلمي. الله يخليك، الله يخليك يا حبيبتي، كل سنة وانتي طيبة. وانتي طيبة. عندك أي سؤال؟ ربنا يخليك، ربنا يخليك، أنا بتصل بس عشان أقول لك كل سنة وانتي طيبة. الله يسعدك يا رب، شكرا كتير لذوقك. شكرا، ربنا شكرا. ربنا يكرمك. الله يسعدك، شكرا. طيب احنا كده خلاص عندنا الخليط تمام اهو. طيب هجيب دلوقتي بقى كيس حلواني، ويا اما لو عندكم التب المدوره دي اوكي، لو ما عندكوش التب المدوره بس بنقص الكيس وما بنحطش فيها تب، خليه زي ما هو مدور. وهنجيب صينيه، والفرن هنخليه على تقريبا يعني 140 كده، خليه على 140 تقريبا، بس خليه شوية موارب كده لأن هو كان على درجة أعلى. امبارح في حد طلب مننا الفطاير بتاعت اللي عملناها بالقهوة والزبدة اللي كان فيها حشوة الزبدة، وامبارح ما قدرناش ننزلها، فالنهاردة احنا بننزلها اهي، هي موجودة قدامكم على الشاشة لكل اللي عايزين يعرفوا طريقتها. طيب اللي عايز طبعا بقى يلون المكرون، احنا ملونين طبعا شوية، بتحطوا بقى شوية مع الخليط وبنقلبه، ولو هتعملوا لون واحد بس كمان بيبقى بتحطوه من الاول خالص، بيبقى اسهل في الخلط، يعني هو نفس الفكره بالظبط، مش اي حاجه غير ان احنا بس هنلونه بالالوان، اصفر بقى احمر زي ما انتوا عايزين. وزي ما قلنا برضو ممكن نشيل معلقه من دقيق اللوز ونحط بدلها معلقه كاكاو، بيبقى عندنا المكرون بالكاكاو بالشوكولاته. طيب هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ اول حاجه عايزه الزق بس هنا شويه عشان ما تغلبنيش وتتحرك واحنا بننزل. وناخد معانا عزه. اهلا يا عزه. الو. اهلا يا عزه. الو، اهلا، ازيك يا مدام غادة؟ يا اهلا وسهلا. عامله ايه؟ انت عامله ايه؟ انا حضرتك طيبه. وانت طيبه يا رب. ربنا يخليك. الله يخليكي. كان عندي ديك رومي وكنت عايزه اعمله، عايزه طريقه كويسه ليه. والله اقول لك على حاجه، تخليكي معايا بس، انت معايا؟ بصي انا اكتر حاجه بحبها في الديك الرومي في وسط كل اللي بتعمل ده، ما بحبوش غير مسلوق ومعمول على الشوربه بتاعته، رز بخلطه وكشك وملوخيه، وبعدين بقليه في السمنه، بحمره في السمنه، فدي انا اكتر حاجه بحبها للديك. انت عايزه حاجه تانية ولا ده؟
لا لا ده تمام، هم الولاد كده تمام. الرز بصي الرز بخلطه والملوخيه بيطلعوا تحفه بالمرقه بتاعه الديك ان شاء الله باذن الله. الف هنا وشفا يا رب. طيب انا هنزل بقى دلوقتي كده المكرون على شكل دايره زي ما انتم شايفين كده، وكده اهو بحاول بخليهم كلهم نفس المقاس. طيب بعد ما بنخلص بقى هنعمل ايه؟ دي اول حاجة احنا قلنا عليها في المكرون اللي هي لازم نطحن الدقيق، نطحن اللوز ونعمل نصفيه بعد كده. طيب دلوقتي بعد ما حطيناه على ورق الزبدة هنعمل ايه؟ طبعا لسه فيه هنا شوية، لازم اخد دي زيادة الحتة دي، خليني اشيلها. طيب هناخد المكرون اللي عندنا ده ولازم اهزه كده، دول صينيتين مفاجأة. اشيلها عشان ما تعملش صوت اكتر، فهضربه كده اتنين مثلا ثلاث مرات الناحية دي، بعدين برجع اقلبه الناحية التانية واضربه كمان بتاع ثلاث مرات كده اهو، علشان خاطر عايزينه يستوي ونطلع الهواء الزيادة اللي فيه بعد ما نزل في الصينية. دلوقتي انا مش هحطه في الفرن، انا هسيبه برا نص ساعة عشان انا عايزاه ينشف ويبقى عنده قشرة، وبعد ما ينشف ويبقى عنده القشرة دي بياخد من نص ساعة لساعة برا، وبعدين بروح حطاه في الفرن اللي هو يكون حامي بس على الدرجة اللي أنا عايزاها. يعني لما أجي أفتح الفرن عشان أسخنه ما بسخنوش على أعلى حاجة وبعدين أدخل المكرون وروح مرجعاه بقى للحرارة اللي أنا عايزاها، لا أنا بولعه من قبليها بعشر دقايق ربع ساعة على درجة حرارة 140-150 مثلا، وبسيبه كده بتاع ربع ساعة لغاية ما ياخد الحرارة اللي أنا عايزاها. أنا مش عايزاها تعلى وبعدين أوطيها عشان ما يتحرقش مني، لأنه طبعا يعني هو ضعيف، حلويات ضعيفة دي ورقيقة، لازم نحطها في درجة الحرارة المناسبة ليها.